سفر المزامير مزمور 135. المزمور 135. هللويا، سبحوا اسم الرب، سبحوا يا عبيد الرب الواقفين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا. سبحوا الرب لأن الرب صالح، رنموا لاسمه لأن ذاك حلو، لأن الرب قد اختار يعقوب لذاته وإسرائيل لخاصته. لأني أنا قد عرفت أن الرب عظيم وربنا فوق جميع الآلهة. كل ما شاء الرب صنع في السماوات وفي الأرض، في البحار وفي كل اللجج، المصعد السحاب من أقاصي الأرض، الصانع بروقا للمطر، المخرج الريح من خزائنه، الذي ضرب أبكار مصر من الناس إلى البهائم، أرسل آيات وعجائب في وسطك يا مصر على فرعون وعلى كل عبيده، الذي ضرب أمما كثيرة وقتل ملوكا أعداء، سيحون ملك الأموريين وعوغ ملك باشان وكل ممالك كنعان، وأعطى أرضهم ميراثا ميراثا لإسرائيل شعبه. يا رب اسمك إلى الدهر، يا رب ذكرك إلى دور فدور، لأن الرب يدين شعبه وعلى عبيده يشفق. أصنام الأمم فضة وذهب عمل أيدي الناس، لا أفواه ولا تتكلم، لها أعين ولا تبصر، لها أذان ولا تسمع، كذلك ليس في أفواها نفس مثلها يكون صانعوها وكل من يتكل عليها. يا بيت إسرائيل بارك الرب، يا بيت هارون بارك الرب، يا بيت لاوي بارك الرب، يا خائف الرب بارك الرب، مبارك الرب من صهيون الساكن في أورشليم. الليلويا. المزمور 135 والمزمور 136 ده واللي وراه بيسموهم في أقسام المزامير مزامير التهليل الكبرى. شفنا واحنا بندرس قبل كده من أول مزمور 113 لغاية مزمور 118 دي سميناها مزامير التهليل الصغرى اللي كانوا بيقولوها في الأعياد، في عيد الفصح وعيد الخمسين وعيد المظال، وكانت كلها تبتدي بكلمة هللويا. المزمور 135 ده بيسموه مزامير التهليل الكبرى لأنه حجمه كبير أو الأعداد فيه كتيرة، وبرضك ده كان من ضمن مزامير التهليل اللي تبتدي بكلمة هللويا، وفيها الشعب بيعلن مجد الرب وفرحته بالرب إلهه. وزي ما احنا قرينا المزمور شايفين ان كل المزمور عبارة عن ذكر لصفات الرب والأعماله في حياة شعبه، فكان الشعب كله يتجمع ويهلل وهو فرحان بعمل ربنا في حياته. عشان كده المزمور ده هو النفس اللي اختبرت وداقت حلاوة عمل ربنا في حياتها هي اللي تقدر تصليه، وتصليه فعلا بروح البهجة وبروح التهليل وبروح الفرح. يمكن الآية الجميلة اللي نقدر نحطها كعنوان لهذا المزمور اللي هي في عدد نهاية العدد الثاني الثالث، يقول رنموا لاسمه لأن ذلك حلو. آية جميلة قوي، رنموا لاسمه لأن ذاك حلو. هللويا بيعطي مجد لله وتهليل لله. سبحوا اسم الرب، سبحوا يا عبيد الرب الواقفين في بيت الرب. وتلاحظوا في الآية دي بيتكرر اسم ربنا كم مرة؟ 3 مرات. سبحوا اسم الرب يا عبيد الرب الواقفين في بيت الرب. اسم الرب إشارة إلى أقنوم الابن اللي أعلن اسم الآب، وعبيد الرب إشارة إلى الآب لأن الكل يعبد الآب.
واقفين في ديار بيت الرب إشارة للروح القدس، لأن كل نفس فينا تعتبر بيت لربنا، هيكل لله، وروح الله ساكن فينا. فهنا في ذهابهم في الأعياد الثلاثة الكبرى إلى أورشليم علشان يخشوا للهيكل وعشان يسبحوا ربنا، كانت دعوة أن يسبحوا اسم الرب كل من يعبد الرب وهو واقف في بيت ربنا. وإن كانت الآية دي بتدينا لمحة جميلة عن أهمية الحضور في بيت ربنا، أهمية الحضور في الكنيسة. الناس اللي بتقول يكفي إن احنا نصلي في البيت، لا، ما يكفيش إنك تصلي في البيت، ينبغي إنك تيجي لبيت ربنا وتعلن شهادتك لهذا الإله علنية. عشان كده الله، ما هو ربنا مالي السماء والأرض ومالي كل مكان، لكن اختار إن في أماكن معينة تبقى مواضع مقدسة لإيه؟ لإسمه. صحيح أصلي في البيت، لكن وقوفي في الكنيسة واشتراكي في تسبيح اسم الرب شيء مهم جدا. إن الله يرى الشعب كله مجتمع حوالين اسمه ومجتمع في بيته. إذا كان حتى في التقاليد العائلية الأب كده يفرح لما يلاقي أولاده كلهم متجمعين عنده في البيت، بيحس بكيانه أو يحس بفرحته ويحس إن هو وحد هؤلاء كلهم مهما كانوا كبروا وكتروا وراحوا لمشاغلهم وراحوا لارتباطاتهم ولحياتهم، لكن كل ما يتجمعوا عنده يحس إن هو الرباط اللي إيه بيربطهم كلهم مع بعض. عشان كده الله أيضا كأب بيفرح باجتماع كل الناس حوالين اسمه في بيته. وبقى ده نوع من الشكر والتسبيح احنا بنقدمه لربنا لما نيجي ديار بيت الله. سبحوا الرب لان الرب صالح. كلمة صالح يعني معطي خيرات او طبيعته خيرة في كل ما يصنع وفي كل ما يقول وفي كل ما يفعل وفي كل ما يسمح. الرب صالح، دي حقيقة اللي ينبغي كل نفس انها تختبرها، ان ربنا صالح بالنسبة لها. فوقات كتيرة الناس بتشعر ان ربنا ظلمها، ان ربنا ما ادهاش اللي هي عايزاه، ان ربنا ما حقق لهاش اللي كانت بتترجاه، لكن ده احساس خاطئ، لان الرب صالح. والنفس اللي تقدر تفهم تعامل الله معاها تعرف هذه الحقيقة وتتأكد منها، ان الرب صالح في كل ما يصنع، في كل ما يريد، في كل ما يسمح، في كل ما يدبر، سواء اعطى او لم يعطي، سواء اعطى او انه اخذ، فالرب هو ايه؟ صالح. رنموا لاسمه لان ذاك حلو. لما قال ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، هو فعلا في حلاوة بيدوقها في اسم ربنا. ذاك حلو، هذا الاسم اللي بيدي شبع، اللي بيدي لذة، اللي بيدي فرح، اللي بيدي اطمئنان، اللي بيدي نصرة، اللي بيدي عطايا، اللي بيدي حماية. ذاك الاسم لأنه حلو. اسم يهوى ده كان من أجمل الأسامي اللي يعتز بيها شعب إسرائيل. حتى احنا في التعبير الدارج البلدي بتاعنا لما الواحد يلاقي حاجة حلوة يدوقها يقول ايه؟ الله، يذكر اسم الله لان ذاك حلو. وكأن اسم الله هو اجمل واحلى لذة في الوجود كلها. لان الرب قد اختار يعقوب لذاته واسرائيل لخاصته. ده كان افتخار الشعب في العهد القديم ان هم بتوع ربنا وربنا اختارهم ليه. لكن احنا يحق لينا في العهد الجديد ان احنا نشيل اسم يعقوب ونحط اسمينا احنا، لان ربنا اختارني، عشان كده سمانا احنا المختارين. انا لله والله لي، انا من خاصة الله. لان ما بقاش خاصة ربنا النسل المولود حسب الجسد من يعقوب، لكن خاصة ربنا بقوا من اللي ليهم ثقة في ربنا
حب في ربنا، طاعة ربنا، ايمان بربنا، هم دول اللي بقوا خطته. الكلام ده قاله المسيح لما قالوا له امك واخواتك واقفين بره، قال لهم مين هم امي ومين هم اخواتي؟ الذين يصنعون ايه؟ مشيئتي. يعني ايه يصنعون مشيئتي؟ يعني حطوا ثقتهم فيا وارتبطوا بيا وطوعوني وامنوا وصدقوا وعاشوا ليا، هم دول الخاصه بتوعي. لاني انا قد عرفت ان الرب عظيم وربنا فوق جميع الالهه. اختبار المرنم ان ربنا ده حاجه كبيره جدا وينبغي انه يكون فوق كل شيء. تقول لي في الهه؟ هقول لك الانسان بيدي سياده في حياته لحاجات كتيره. في واحد بيدي سياده في حياته للماده، في واحد بيدي سياده للذه، للشهوه، للجنس، للمنصب، للمال، للمركز، للذات، للانانيه. في الهه كتيره. كلمه الهه يعني ذات سياده على الانسان. لكن النفس اللي بتختبر ربنا وحسد بحلاوه ربنا هي اللي بترفع ربنا فوق كل السيادات، فوق كل الالهه. ربنا ده عظيم فوق الكل، وعظمته تتجلى في كل ما شاء الرب صنع. ارادته نافذه وفي الحال. لو بتفتكروا واحنا بندرس انجيل معلمنا لوقا، جال واحد ابرص وقال له ان اردت تقدر، فيقول اريد فاظهر، ويعلق معلمنا لوقا للوقت ذهب برص في الحال. للوقت كل ما شاء صنع. ارادته نافذة المشيئة ونافذة الحدوث في لحظات، سواء في السماوات، في الارض، في اللجج، في البحار، في اي مكان. لان الله فوق الزمان وفوق المكان. الله فوق الزمان وفوق المكان. اذا كان الزمان والمكان هما العنصرين اللي بيحدوا اي انسان فينا، لكن الله فوق الزمان والمكان، عشان كده كل ما شاء صنع. انا المكان بيحدني، عشان كده ما بقدرش اعمل كل اللي انا عايزه. لما ابقى عايز اروح مكانين في وقت واحد المكان يحدني، لما ابقى هنا لما ابقى هنا. لكن الله فوق المكان. الزمن يحدني، الوقت ما يسعفنيش، لكن الله فوق الزمن وفوق المكان، عشان كده كلما شاء صنع. يبص لقوة الله ولأعمال الله في الطبيعة. المصعد السحاب من أقاصي الأرض. السحاب ده كان عبارة عن ايه؟ قطرات مية من البحر اتجمعت وطلعت فوق في السماء. الحاجة اللي معروفة بالنسبة لنا ان المية تنزل من السماء لكن ما تطلعش، لكن الله عنده قدرة ان هو يطلعها. اللي احنا بنشوفه ان المية بتنزل من فوق، المطرة نازلة من فوق، لكن حد فيكم شاف المية طالعة لفوق؟ حد فيكم قدر يلاحظ المية بتكون سحاب فوق؟ محدش بيقدر يشوفها. لكن هو المصعد السحاب من اقاصي الارض، الصانع بروقا للمطر، بيعلن عن نزول المطر بتلك البروق وبهذه الاضواء. مين اللي يقدر يصنع زيها؟ المخرج الريح من خزائنه ويوجهها في اماكن معينه. حاجه العجيبه تشوفوا، تلاحظوا خريطه العالم، الاعاصير اللي بتطلع وكان ربنا بيوجهها لمكان معين، تروح لحد الحته دي وتضرب وبعد كده تنتهي. قال طب ما خدتش حته تانية ليه؟ لا، لان ربنا عايزها تروح فين؟ في المكان ده هو. وكان عنده في خزائن يطلع في اتجاه معين لاراده معينه. الذي ضرب، اذا كان الله خالق واعماله عظيمه في الطبيعه، لكن الله ايضا يتعامل على مستوى الخلاص. واعمال ربنا شقين، شق يتعلق بالخلقه وشق يتعلق بالخلاص والفداء. فابتدى يتكلم عن الشق الذي يتكلم عن الخلاص. ضرب ابقار مصر من الناس الى
البهائم لكي ما يطلق شعبه اللي اختاره. دي ضربة الخلاص اللي ربنا بعثها. أرسل آيات وعجائب في وسطك يا مصر، العشر ضربات على فرعون وعلى كل عبيده. وهنا زي ما شفنا باستمرار في العهد القديم ان فرعون كان رمز للشيطان وكل جنوده، وكيف يصنع الله فكرة الخلاص للإنسان لكي ما يطلع الإنسان من أرض مصر اللي هي أرض العبودية. الذي ضرب أمما كثيرة، مش بس يخلص لكن كمان يملك، مش بس ينجيك لكن كمان يعطيك. ضرب أمما كثيرة وقتل ملوكا أعزاء أقوياء زي سيحون ملك الأموريين وعوج ملك بشان، ودول تلاقوا قصتهم في سفر الخروج والنصرة العجيبة اللي ربنا اداها لشعب إسرائيل على الملكين دول، بالرغم ان شعب إسرائيل في الوقت ده كان شعب غير مجهز حربيا، ما كانوش يعرفوا يحاربوا، ما كانش معهم أسلحة، ما كانوش يعرفوا يعملوا أي حاجة. ده كان شوية ناس موجودين في أرض مصر مذلولين في عبودية، طلعوا بدون تنظيم وبدون ترتيب وبدون استعدادات وبدون تكوين جيوش وبدون اي شيء، لكن انتصروا على الاموريين اللي كانوا مشهورين بفنونهم الحربية والعسكرية، وعلى عوج ملك باشان اللي كان ليه ضلع كبير في الحروب وفي الصراعات. اكثر من كده، وكل ممالك كنعان، ده ربنا قال لهم هذا الوعد، كل مكان تدوسه بطون اقدامكم لكم اعطيه. اعطى ارضهم ميراثا، ميراثا لاسرائيل شعبه، كان الارض بتاعت ربنا وربنا سلمها ميراث لاسرائيل. يقول للرب الارض وملؤها المسكونه وجميع الساكنين فيها. الارض دي ملك ربنا، مش ملك شعب للشعوب، والله يعطيها للشعب اللي هو عايز يدهوله. يا رب اسمك الى الدهر، مش بس اسمك يا رب حلو وصالح، لكن اسمك الى الابد الى الدهر. اي انسان في الدنيا كل امنيته ان اسمه يخلد، عشان كده الاب يحزن لو ما انجبش. ليه؟ لان يحس ان اسمه هينتهي. ولكن مهما خلد الانسان هيخلد جيل اثنين ثلاثة بالكثير قوي وبعد كده يتنسي، لكن اسم الرب الى الظهر. يا رب ذكرك الى دور فدور، من جيل الى جيل ذكر الله موجود، لانه لم يترك نفسه بلا شاهد في كل مكان وفي كل زمان. الله يعلن عن نفسه، لان الرب يدين شعبه وعلى عبيده يشفر. صفة جميلة جدا لربنا بيرنم لها المرنم، ان ربنا بيحكم ويدين، لكن هو بيحكم ويدين بيعمل ايه؟ بيشفق. هو بيدين بعدله لكن برحمته يشفق على عبيده. بعدين يعمل مقارنة ما بين اللي الانسان بيعمله لنفسه وما بين الله بيعمله للإنسان. الأصنام دي هي صنعة إيدين الناس، الآلهة اللي الناس عايزاها. الإنسان عايز إله على مزاجه، إله صنعة إيديه يحركه زي ما هو عايز، مش عايز إله يؤمره ويخضع له، لا، ده هو عايز إله الانسان هو اللي يمشيه، اله على كيف الانسان او على مزاج الانسان. عشان كده صنع اصنام فضة وذهب عمل ايدي الناس، لها افواه ولا تتكلم، لها اعين ولا تبصر، لها اذان ولا تسمع، ليها شكل لكن ما فيهاش حياة. فوات كتيرة جدا الانسان يحب يعمل في حياته منظر، يعمل منظر في حياته، يبقى له وضع ومكانة ومركز واسم وأسرة وشهرة ومادة وسلطان. ده اللي يحب يصنعه الإنسان لنفسه بإيده، لكن للأسف بينشغل في صنع هذه الحاجات
وتفضل الحاجات دي ليها عينين لكن ما بتشوفش، ودان لكن ما بتسمعش، ومناخير لكن ما بتشمش. يصنع الأسرة ويعمل المركز ويعمل الممتلكات ويعمل الذات والمكانة لكن ما فيهاش حياة. يتعبد لصنعة ايديه، لأهدافه والأغراضه والمشيئته والتطلعاته، لكن ما يقلاش في الآخر حياة من الحاجات اللي صنعتها ايديه. كذلك ليس في أفواهها نفس. حاجة بقى المحزنة، مثلها يكون صانعوها، اللي عملوها يبقوا زيها، مش هي اللي بقت زيهم، لهم كمان فقدوا الحياة. وكل من يتكل عليها، كل من يتكل على صنعة ايديه ويخضع للتطلعات والرغبات بتاعته ويتعبد ليها. تقول يعني الواحد ما يتطلعش، الواحد ما يبقاش عنده طموح. في فرق ان يبقى عندك طموح وبين انك تتعبد لهذا الطموح وتنشغل بهذا الطموح فتفقد الحياة كلها. يا بيت اسرائيل باركوا الرب، يا بيت هارون باركوا الرب، يا بيت لاوي باركوا الرب، كل الشعب بارك الرب. طيفة مخصصة لربنا المكرسة، الكهنة سبت لاوي الخادم، بل يا كل خائف الرب بارك الرب. وهنا فرحة الناس كلها بعمل ربنا، وان ربنا ينبغي له البركة والتسبيح والتمجيد. مبارك الرب من صهيون. هم اتجمعوا في صهيون مع الله الساكن في اورشليم، لان ده هو لقبه، لان بيته كان موجود في اورشليم. فمبارك الرب من صهيون الساكن في اورشليم، دي الهتاف او الصرخه اللي كان بيصرخها الشعب في احتفالهم باعيادهم.